السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، إذا سمحتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك لو سمحتوا، القناة جديدة وبحاجة دعم. وشكرا لكم وبتمنى تستفادوا من المعلومات اللي عم نحطها. شكرا لكم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني، اليوم عنا فيديو عن شاشة سامسونج 49 إنش. الشاشة كمان ممتازة. هي بتجي عنا ماركة سامسونج، ماركة على فكرة ممتازة وأنا كتير بحبها، يعني بحسها شركة متفوقة بصراحة بموضوع الإلكترونيات والقصص. أكبر مثال هو الموبايلات اللي عم تعملها نظام الأندرويد سامسونج. اليوم راح نشرح عن هاي الشاشة. الشاشة 49 إنش، مواصفاتها كتير حلوة، ألوانها كتير حلوة، صوتها ما شاء الله حلو، أمورها بخير الشاشة. وهلأ راح نشعلها شوف شو وضعها. طبعا الشاشة جاية فيها نظام اندرويد، هي صاحبنا سبونج بوب. الشاشة فيها نظام اندرويد ومثل ما لكم شايفين الوانها كتير حلوة، بالاضافة انه فيها ميزة حلوة في برنامج اللي هو سامسونج سمارت اللي هو بجهاز سامسونج تي في بلس. هذا في ميزة حلوة كمان بالشاشة انه منزل اساسي فيها وبيجي اساسي فيها. اول ما بتجيب الشاشة بس عليك تفعلها توصلها بالانترنت وايرلس او عن طريق كابل، مثلا اذا عندك كابل او اي شيء. تمام، طبعا هلا بورجيكم المداخل تبعها للشاشة من وراء. تمام، فهي الميزة حلوة انه في عندك هذا السامسونج تي في بلس، هذا بس توصل الانترنت تعمل اوكي بيقول لك تسجيل دخول، تسجل دخول ومجاني، يعني ما في تدفع اي شيء. هاي انا موجود عندي ليكو بقلب، يعني مثل التلفزيون نظام. في كتير اقنية حلوة، في اقنية اطفال، ميوزك، افلام تعليمية، عن السيارات، يعني في كتير كتير برامج حلوة بهالتلفزيون هذا. تمام، اللي هو برنامج سامسونج تي في بلس. هلا رح اوريكم الشاشة من وراء كيف المداخل تبعها المخارج. هلا هون عنا المدخل، هذول اثنين يو اس بي، مدخلين يو اس بي، وفي عنا ثلاث مداخل هن ال اتش دي ام اي يمكن او هيك شيء اتش دي ام. وفي عنا هون المداخل هذول الاثنين، واحد بتجي مدخل ريسيفر نظامي بس عليك تحط فيه شو ريسيفر، وهون تلفزيون. تمام، بالإضافة لهدول الأوديو فيديو والقصص هاي، وهي للكابل تبع الإنترنت هون. تمام، طبعا الشاشة بيجي موديلها فتل، يعني فيها هيك مالية ملفوفة لف، ما بتجي مستقيمة بيني معكم. تمام، فبتجي لف. فبصراحة الشاشة كتير حلوة وظريفة وأنا يعني مبسوط عليها من زمان والله، صار لها عندي تقريبا شي 6 7 شهور وأمورها بخير والله. شايفين ألوانها كتير حلوة. طبعا أنت فيك تفوت كمان على الإعدادات، تكبس هون فيك تفوت على الإعدادات، أنت بتعدل الألوان اللي بدك إياها، المعلومات تبعها، اي شيء بدك اياه بتفوت انت هون بتعدل. شايف؟ عفوا، شايفين عنا البيلد تون، بيلد الصورة، دقة الصورة، التون، الصوت. فيها كتير كتير، يعني بالنسبة لموضوع التعديلات فيها كتير تعديلات. هاي هون مثلا البيلد تحطه انت عادي، تغيرت الوانه، شايفه ستاندر، فاتح شوي. للأفلام، ميزة الأفلام أنا حاطه ناتور اللي هو العادي، بحس ألوانه حلو يعني بالناتور. تمام، شايفين هاي بالنسبة للصوت، هون بتعدل الصوت، تعمل الصوت أنت اللي بدك إياه.
طبعا الصوت انا موقفه. تمام، بس رح اشغله. اسمعوا صوتها، هاي بالنسبة لصوتها، يعني صوتها ما شاء الله عالي عالي، لسه في للمية، يعني بيوصل للمية، شايفين؟ لسه يعني هاي الصوت ما شاء الله عالي، لسه بيوصل للمية، يعني مثل ما كنتم شايفين. تمام، يعني مثل ما كنتم شايفين الصوت بصراحة حلو، كمان صوته كتير عالي. هلا رح نكمل المواصفات تبعها. تمام، هون في عندك اللي هو برنامج، هذا أول واحد، برنامج السامسونج تي في بلس، هذا اللي قلت لك عليه. عندك بيجي فيها برنامج تاني اللي هو برنامج البريمي فيديو، هذا اشتراك، تشترك فيه اشتراك. كمان هذا نفس الشيء للاشتراك، اسمه دا تسو، كمان هذا اشتراك. هون ابل، ابل تي في اللي هو من شركة ابل. هون عندك جوجل بلاي ميوزك وتي في، كمان هذا اشتراك. كمان هذا نفس الشيء اشتراك. هون هي كمان شركة اسمها راكوتين تي في. تمام، هي هون عندنا اليوتيوب طبعا اساسي. عندك هون نتفليكس، كمان كله بيعرفوا، كل الناس تعرف نتفليكس. هون عندك عرض صور، كمان برنامج عرض صور هون اللي هو متصفح الانترنت. كمان هون في شغلات، يعني في كتير 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 شغلات. يعني بالنسبة هاي هون مثلا تفوت، بدك هون مثلا تشوف هذا الفيلم، بدك كذا، بس بدك تعمل اشتراك وتشترك بهذا الموقع. مثلا هاي دغاي هندرت، فيلم دغاي هندرت، بدك تفوت تتفرج عليه مثلا، بيقول لك انه لازم تشترك، شايف؟ بيقول لك هون انه اعمل، حط ايميلك وحط الباسورد وفوت اعمل اشتراك وهالقصص هي. فنحن ما لنا بحاجة للموضوع هذا، لأنه الإنترنت يعني أي شيء أنا بدي إياه بصراحة، أي شيء بدي إياه فوت على اليوتيوب، بحط أي شيء بدي إياه. مثلا هي أفترض قناة مكة مثلا مباشر، بحب تسمع الصوت أحيانا، نشوف مكة، ف شايفين هي مباشر، بس مباشر على اليوتيوب، شايفين؟ يعني ما شاء الله ألوانها حلوة وأمورها بخير. فهي بالنسبة لمواصفات هي الشاشة، خروج. تمام، فمثل ما قلت لكم هون بالإعدادات في كل شيء، انتو تفوتوا بتفوت أي شيء بدكم تعدلوه، فوتوا بتعدلوا ألوان، صوت، إعدادات، أي شيء بدكم إياه بتفوتوا بتعدلوه من هون. تمام، هذا الفيديو تبعنا لليوم بالنسبة لشاشة سامسونج. هي طبعا سامسونج اللي هو الاصدار السابع، انا قريت عنها اللي هو الاصدار السابع بيجي. تمام، بصراحة انا بنصح فيها، شاشة حلوة ما شاء الله، امورها بخير، ومثل ما قلت لكم يعني كل شيء فيها. حتى بامكانك انت مثلا، هي كل الشاشات السمارت كان فيه، يعني صار فيها هذا الموضوع، بامكانك تربط الموبايل تبعك عن طريق الاقتران، تعمل اقتران بالشاشة، موبايلك نفسه انت عم تتحكم فيه بيطلع عندك على الشاشة، اي شيء بتتحكم فيه من موبايلك بيطلع على الشاشة عندك. تمام، فبصراحة الشاشة حلوة وانا بنصح فيها. وطبعا هدول مو مع الشاشة، هدول انا وضع تاني. تمام، فهذا الفيديو تبعنا لليوم، اشتركوا بالقناة الله يخليكم، مثل ما قلنا لكم قناة جديدة وبحاجة دعم ان شاء الله. وكمان اي شيء بدكم تستفسروا عنه، حابين تعرفوا كذا، خبروني شو حابين تعرفوا. كمان ممكن نعمل فيديوهات تانية ان شاء الله عن المواضيع اللي انتم مثلا حابين تعرفوا عنها. طبعا لسه في سلسلة كتير طويلة، لسه في عنا شرح عن كتير شغلات، عن برامج قلت لكم عنها بألمانيا، برامج تصفح، برامج شراء، برامج اي شيء يعني بيتعلق بألمانيا بشكل عام، رح اشرح عنه ان شاء الله، فيديو فيديو ان شاء الله رح اشرح عنه. فاشتركوا بالقناة واعملوا لايك واعملوا شير للفيديو، وحاولوا تدعمونا قدر ما بتحسنوا، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.